بدأت مصر رحلة طموحة، رحلة مليئة بالأمل والتحديات، رحلة للتحديث، للتطوير، لتغيير وجه النقل في البلاد، لتأمين مستقبل أكثر إشراقاً لشعبها، مستقبل مليء بالفرص والازدهار. في قلب هذا التحول يكمن التزام راسخ بإحداث ثورة في البنية التحتية للبلاد. التزامن يعكس رؤية مستقبلية طموحة، ومن الأمثلة البارزة على هذا الالتزام افتتاح محطة بشاشتيل، محطة حديثة تمثل قفزة نوعية في مجال النقل. يمثل هذا الحدث فجراً جديداً للسكك الحديدية المصرية، فجراً يحمل معه وعوداً بمستقبل أفضل. تمثل محطة بشاشتيل شهادة على التقدم، إنها منارة أمل، منارة تضيء الطريق نحو مستقبل المشرق. يمكن للمصريين أن يفخروا بهذا الإنجاز، إنجاز يعكس قوة الإرادة والعزيمة. المحطة هي رمز لتفاني مصر في النمو والتطور، رمز يعكس التزام البلاد بتحقيق الأفضل. إنها رمز لأمة تمضي قدماً بثقة، أمة تسعى لتحقيق أحلامها. إنها لحظة فخر لجميع المصريين، لحظة تعكس روح الوحدة والتضامن. محطة بشاشتيل ليست مجرد محطة، إنها انتصار للهندسة. إنها تمثل قفزة نوعية في تصميم محطات القطار في مصر، حيث تجمع بين الجمال والوظيفة في آن واحد. إنها تعرض تصميماً مبتكراً وتقنية متطورة. من خلال استخدام أحدث التقنيات، تضمن المحطة تجربة سفر سلسة وآمنة لجميع الركاب. هندسة المحطة عصرية ومثيرة للإعجاب. تم تصميمها لتكون مقاومة للزلازل وتتحمل الظروف الجوية القاسية، مما يجعلها واحدة من أكثر المحطات أماناً في المنطقة. المحطة مهمة أيضاً من الناحية الاستراتيجية. ستكون بمثابة مركز رئيسي، تقع في موقع استراتيجي يربط بين مختلف مناطق القاهرة الكبرى. ستقوم بربط شبكات النقل المختلفة، من القطارات إلى الحافلات والمترو. ستسهل المحطة التنقل بين وسائل النقل المختلفة بكل يسر. سيؤدي ذلك إلى جعل السفر أسهل وأكثر كفاءة لملايين المصريين. تتميز المحطة بمرافق حديثة، من مناطق الجلوس المريحة إلى مكاتب المعلومات المتطورة. تم تصميمها لتوفير تجربة سفر مريحة وسلسة. كل شيء في المحطة مصمم بعناية لتلبية احتياجات الركاب وتوفير أقصى درجات الراحة. المحطة بها مناطق انتظار واسعة. هذه المناطق مجهزة بمقاعد مريحة ومساحات كافية لاستيعاب الأعداد الكبيرة من الركاب، كما تحتوي على لافتات واضحة، وهناك أكشاك معلومات مفيدة. هذه اللافتات والأكشاك تساعد الركاب في العثور على وجهاتهم بسهولة، وتوفر لهم المعلومات اللازمة. ستحدث محطة بشاشتيل ثورة في السفر داخل مصر. ستقوم بربط شبكات النقل المختلفة بسلاسة. يمكن للمسافرين التبديل بسهولة بين خطوط السكك الحديدية. يمكنهم أيضاً الاتصال بوسائل النقل العام الأخرى. المحطة جزء أساسي من استراتيجية النقل المتكاملة في مصر. سيقلل من الاعتماد على السيارات، وسيشجع على استخدام وسائل النقل العام. سيساعد ذلك في تقليل الازدحام المروري، كما أنه سيحسن جودة الهواء. ستستفيد البيئة أيضاً. يعد الازدحام المروري مشكلاً كبيرة في المدن المصرية. الشوارع المزدحمة والسيارات المتوقفة في طوابير طويلة أصبحت مشهداً يومياً. يكلف الاقتصاد وقتاً وموارد ثمينة. السائقون المحبطون يقضون ساعات في الزحام، مما يؤثر على إنتاجيتهم وحياتهم اليومية. محطة بشاشتيل جزء من الحل. هذه المحطة الجديدة تمثل خطواً كبيرة نحو تحسين البنية التحتية للنقل في مصر. سيخفف بشكل كبير من الازدحام المروري. مع تحسينات البنية التحتية، ستصبح حركة المرور أكثر سلاسة وأقل ازدحاماً. ستساعد المحطة في توزيع حركة المسافرين بشكل متساوٍ. هذا التوزيع سيساهم في تقليل الضغط على الطرق الرئيسية. سيؤدي ذلك إلى تقليل الضغط على الطرق وأنظمة النقل الحالية. ستكون هناك خيارات نقل أكثر كفاءً وراحة للمواطنين. سيختبر الركاب أوقات سفر أقصر. سيستمتعون برحلات أكثر موثوقية. ستكون الرحلات بالقطار أكثر راحة وأماناً. سيؤدي الموقع الاستراتيجي للمحطة إلى ربط المناطق السكنية.
هذا الربط سيسهل على الناس التنقل بين منازلهم وأماكن عملهم، كما ستقوم بربط المراكز التجارية. سيكون الوصول إلى الأسواق والمراكز التجارية أسهل وأسرع، وسيوفر سهولة الوصول إلى أجزاء أخرى من البلاد. ستكون هناك شبكة نقل متكاملة تربط بين مختلف المناطق، سيؤدي ذلك إلى تسهيل عمل الناس. سيصل الموظفون إلى أماكن عملهم في الوقت المحدد دون تأخير، سيؤدي ذلك إلى تسهيل دراسة الناس. سيتمكن الطلاب من الوصول إلى مدارسهم وجامعاتهم بسهولة، وسيؤدي ذلك إلى تسهيل التواصل بين الناس وعائلاتهم ومجتمعاتهم. ستكون الزيارات العائلية أكثر تكراراً وسهولة. المحور الخامس، نفس جديد للاقتصاد، وظائف وفرص. محطة بشتيل ليست مجرد مشروع بنية تحتية، إنه استثمار في مستقبل مصر. أدى بناء المحطة إلى توفير آلاف الوظائف، لقد خلقت فرصاً للشركات المحلية. ستستمر المحطة في تحفيز النمو الاقتصادي، ستخلق المزيد من فرص العمل، ستجذب المحطة الاستثمار، سوف يشجع السياحة، وستساهم في التنمية الشاملة لمصر. المحور السادس، الارتقاء بالحياة، الفوائد الاجتماعية لمحطة بشتيل. سيكون لمحطة بشتيل تأثير إيجابي، سيمتد هذا التأثير إلى ما وراء المنطقة المجاورة مباشرة. ستعمل المحطة على تحسين حياة المصريين بعدة طرق. سيتيح الوصول إلى وسائل نقل أفضل، سيفتح هذا فرصاً للتعليم والعمل، سيربط الناس بالخدمات الأساسية، وهذا يشمل الرعاية الصحية والمزارات الثقافية. ستعمل المحطة على تحسين إمكانية الوصول للأشخاص ذوي الإعاقة، وهذا يعكس التزامن مصر بالشمول. المحور السابع، شهادة على التقدم، تجسيداً للتطلعات الوطنية. محطة بشتيل هي شهادة على التزام مصر بالتقدم، وهي تعكس تطلعات الأمة نحو مستقبل أكثر إشراقاً. تجسد المحطة روح الابتكار، يظهر عزم مصر على التغلب على التحديات. يعرض هذا المشروع قدرات المهندسين المصريين، يظهر مهارات العمال المصريين. محطة بشتيل مصدر فخر، إنه مصدر إلهام للأجيال القادمة. المحور الثامن، الاستثمار في المستقبل، الحفاظ على الزخم. افتتاح محطة بشتيل ليس النهاية، إنها مجرد البداية. لا تزال مصر ملتزمة بالاستثمار في بنيتها التحتية. ستواصل الدولة تطوير شبكات النقل الخاصة بها. تهدف مصر إلى إنشاء نظام نقل حديث وفعال، سيستفيد من هذا النظام جميع المواطنين. سيتطلب ذلك استثماراً مستمراً، سيتطلب تعاوناً بين الحكومة والقطاع الخاص. المحور التاسع، الخاتمة، منارة أمل، رمز فخر. تقف محطة بشتيل كمنارة أمل، إنه رمز فخر لجميع المصريين، إنه دليل على التزام الأمة بالتقدم، إنه يوضح قدرة مصر على التغلب على التحديات، ويمهد الطريق لمستقبل أكثر إشراقاً. المحطة هي رمز لطموح مصر، إنه رمز لصمود مصر، وهو رمز لعزم مصر على بناء غد أفضل لشعبها.